السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان ثمرات الاستباق. استباق زحمة المشاغل اليومية بالعمل على مهام مستقبلية ثمار ملهمة ومحفزة، وكثرة المهام اليومية الوظيفية منها أو المنزلية شيء طبيعي في هذه الحياة، وإن تقلصت تلك المشاغل فلربما شعرنا بالفراغ أو بالقلق خوفا من تراجع أدوارنا وأهمية وجودنا في حياة من هم حولنا. ورغم ذلك الازدحام فمن الضروري وجود مهمة واحدة غير عاجلة على الأقل نعمل على الاستعداد لها بالبحث أو القراءة أو الاطلاع أو إنجازها في هدوء وترون وثبات قبل أن تصبح على المسار الحرج فتغدو نقطة اختناق تخنقنا قبل غيرنا لا قدر الله. إن استباق ازدحام المهام ضروري ليس فقط لإرضاء أسرنا ورؤسانا ومرؤوسينا، بل هو أمر جوهري للحفاظ على توازن أدوارنا واستدامة نظرتنا الإيجابية لما هو حولنا والعناية بصحتنا النفسية والعقلية أيضا. يرجع سبب ذلك الأثر الإيجابي في الغالب إلى رغبتنا المستمرة في تجاوز التوقعات والعطاء والإرضاء اللي يجلب مشاعر السعادة دون شك، كما أنه يمنحنا شعور بالسيطرة النسبية على أحداث حياتنا اليومية، وذلك بضبط التوازن بين المبادرة الذاتية من جهة والاستجابة السريعة للطلبات المتدفقة من جهة أخرى. عندما يصبح الاستباق أسلوب حياة، أي معناها أننا نمارسه بشكل يومي أو شبه يومي، فإنه يحفزنا على تفويض مزيد من المهام اللي يمكن لغيرنا القيام بها، مما يعظم من فرص نموهم وقدرتهم على تحمل مزيد من المسؤوليات، ويتيح لنا أوقات أطول يمكن تخصيصها للأعمال الاستباقية التي سيظهر أثرها الرائع مباشرة عند الحاجة إليها، ويتم كل ذلك في هدوء دون أن يدرك من طلبها أن العمل على تنفيذها والاستعداد لها على الأقل قد بدأ منذ وقت طويل. كما أدرك يقيناً أن مشاهدة نمو من حولنا وتألقهم نتيجة الاستثمار في تنميتهم يولد لدينا شعور غامر بالسعادة والفخر الذي لا يوصف، ويشحن طاقتنا ويصفي أذهاننا ويحثنا على مزيد من البذل والعطاء دون كلل أو ملل. إننا عندما نلبي الاحتياج قبل أن يطلب ونهتم بتنمية من حولنا في نفس الوقت، فإن ذلك يعزز ثقتنا بأنفسنا وثقة غيرنا بنا. لذلك من المهم أن نحتفظ بذكرى لحظات النجاح الجميلة ونحتفي بها في دواخلنا ونستحضرها لتجديد حماسنا عند تراكم المهام وتعاظم المتطلبات لنواصل المسار وننعم بقطف ثمرات الاستباق باستمرار. وشكرا لكم.